ما بيصورش الوقت كده بيصور. والله كان بيتعب. Gracias.
ماشي رمضان كمان. هبعتها لي اصلا اللي انت صورتها. عايزين الاول نتكلم على ايه بقى؟ اول حاجه في البروبابيلتي نتكلم عليها حاجه اسمها راندوم ايه؟ راندوم اكسبيرمنت. معنى كلمه راندوم اكسبيرمنت يعني راندوم اكسبيرمنت يعني تجربه عشوائيه. يعني ايه بقى تجربه عشوائيه؟ هي قال لك هي تجربه او اكسبيرمنت انت عارف كل النتائج بتاعتها ماشي، لكن ما انتش عارف ساعه ما هتعمل التجربه هتطلع لك انهي نتيجه. يبقى تاني، يعني ايه كلمه راندوم اكسبيرمنت؟ تجربه انا عارف كل نتائجها بس مش عارف ساعه ما هعملها انهي نتيجه اللي هتطلع لي. زي ايه؟ زي مثلا لما اجي ارمي كوين ماشي، لما تيجي ترمي كوين انت عارف انه هيطلع لك ايه؟ يا هب يا تيل، صح ولا لا؟ بس مانيش عارف لما هاجي ارمي الكوين دلوقتي هيطلع لي انهي ايه؟ انهي نتيجه فيهم. برضو لما اجي ارمي زهره، لما اجي ارمي داي، انا عارف كل النتائج اللي ممكن تطلع لي، انا عارف انه هيطلع رقم من 1 لـ 6 بس مش عارف لو رميت الزهره دلوقتي هيطلع لي انهي رقم، صح ولا لا؟ فده معنى كلمه الراندوم ايه؟ اكسبيرمنت. انا عارف كل نتائجها بس مش عارف انهي نتيجه اللي ايه اللي هتحصل. قال لك لاي راندوم اكسبيرمنت بنعرف حاجه اسمها السامبل سبيس، اللي هو بنديله رمز اس. ايه السامبل سبيس ده بقى؟ قال لك السامبل سبيس دي كل النتائج اللي ممكن تطلع لك من التجربه ماشي. يعني في حاله ان انت رميت كوين، السامبل سبيس هو ايه؟ الهيد والتيل. في حاله ان انت رميت داي، السامبل سبيس هو ايه؟ من 1 لـ 6. هي كل النتائج اللي ممكن تطلع لك لما تعمل التجربه دي بنسميها ايه؟ السامبل سبيس. طيب في حاجه بقى اسمها الايفنت. يعني ايه كلمه ايفنت؟ قال لك الايفنت ده حته من السامبل سبيس، جزء سب سيت من الايه؟ من السامبل سبيس ده، بيحقق شرط معين هيقول لك عليه. يعني مثلا لو انا قلت لك انا رميت زهره ماشي، انا عارف ان النتائج اللي هتطلع لي من 1 ل 6 بس انا رحت معرف لك ايه؟ الايه ده ايفنت. الايفنت ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر مثلا على ان الرقم اللي يطلع لك يكون ايفن. يبقى دي الارقام اللي هتبقى جوه دي الاثنين والاربعه والسته. يبقى الايفنت ده حته منين؟ من السامبل سبيس، بتحقق شرط ايه؟ شرط معين. طيب يبقى لو جينا نرسم الفين دايجرام، المستطيل ده بنمثله بالايه؟ السامبل سبيس. يعني احنا بنمثل السامبل سبيس بالمستطيل ده.
الايفنت اللي هو الحته من السامبل سبيس بنمثله بالايه؟ بالدايره دي. قال لك بقى في شويه اوبريشنز او في شويه عمليات بنعملها على ايه؟ على الايفنت ده. ايه هي العمليات؟ اول عمليه حاجه اسمها الانترسكشن، ان انا لو عندي اثنين ايفنتس، واحد اسمه ايه وواحد اسمه بي. العلامه دي علامه الانترسكشن اللي هو التقاطع. طب الانترسكشن ما بين ايه وبي نقصد بيه ايه؟ نقصد بيه الجزء اللي موجود في ايه وفي نفس الوقت موجود في مين؟ في بي، اللي هو الجزء المشترك. ماشي؟ يعني معنى كلمه ايه انترسكشن بي الجزء اللي موجود ايه؟ في الاثنين. طيب لو الاي والبي مفيش ما بينهم تقاطع، يعني بعاد عن بعض بالمنظر ده، ساعتها بنسمي الاي والبي دول ميوتوالي اكسكلوسيف. يبقى لو قال لك الاي والبي ميوتوالي اكسكلوسيف يعني يقصد ايه؟ يقصد ان الاي والبي ايه؟ مفيش ما بينهم تقاطع، مفيش ما بينهم انترسكشن، بعاد عن بعض، يعني الانترسكشن بيساوي ايه؟ بيساوي فاي، يعني مفيش ايه؟ مفيش انترسكشن. طيب دي اول اوبريشن ممكن نعملها على الايفنتس اللي هي التقاطع او الانترسكشن. تاني اوبريشن ممكن نعملها هي ايه؟ هي اليونيون. طيب ايه هو اليونيون؟ قال لك دي علامه اليونيون اللي هي علامه اليو دي. ايه يونيون بي؟ نقصد بيها ايه؟ الحاجه اللي موجوده في ايه او موجوده في ايه؟ في بي او موجوده في الاثنين. يعني كل اللي جوه ايه او ايه؟ او بي، اي حاجه جوه ايه او جوه بي تبقى جوه الايه؟ جوه اليونيون بتاعها. ماشي؟ طيب اخر اوبريشن عندنا حاجه اسمها كومبلمنت. الكومبلمنت ده بنديله رمز اي سي، سي دي اختصار كومبلمنت. معناها ايه؟ ايه كومبلمنت دي؟ يعني الحاجه اللي مش موجوده في الايه اللي هي بره الايه بس جوه مين؟ جوه السامبل سبيس. يعني اي حاجه بره الايه بس لسه جوه السامبل سبيس بنسميها مين؟ الايه. ايه الايه؟ كومبلمنت. ماشي؟ يبقى فهمنا يا جماعه ايه انترسكشن ويعني يونيون ويعني ايه كومبلمنت. طيب تعال نحل اول مساله في الشيت عندنا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت عندك صندوق. ماشي؟ الصندوق ده فيه ايه؟ فيه ثلاث كور ازاز كده، كوره ريد وكوره جرين وكوره ايه؟ واحده ريد واحده جرين واحده ايه؟ بلو. طيب قال لك هنا افترض ان انا عندي تجربه، التجربه دي هتتكون من ايه؟ هتتكون من ان انا هاخد كوره فروم ذا بوكس وبعد كده هرجعها ماشي بالبوكس وبعد كده هسحب كوره ثانيه من نفس البوكس. يبقى التجربه دي بتعمل ايه؟ ان انت هتفرد ايدك جوه الصندوق هتسحب ايه؟ كوره. بعد ما سحبت الكوره هترجعها وتسحب كوره ايه؟ ثانيه. ماشي؟ هي دي التجربه اللي هو عملها. بيقول لك ديسكرايب السامبل سبيس. ده اول ايه؟ مطلوب. يعني ايه ديسكرايب السامبل سبيس؟ يعني قول لي ايه كل النتائج اللي ممكن تطلع لك لو انت عملت التجربه دي. لو انا عملت التجربه دي ايه كل النتائج اللي ممكن تطلع لي؟ اولا انا ممكن يطلع لي الاولانيه ريد والثانيه ريد، صح ولا لا؟ الاحتمال ده ممكن. ليه؟ لان بعد ما بسحب الكره برجعها، فممكن يطلع لي ريد ثاني، او ممكن يطلع لي الاولانيه ريد والثانيه جرين، او الاولانيه ريد والثانيه بلو، او ايه بقى؟ جرين وريد وجرين 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 وبلو، او بلو وريد بلو وجرين بلو ايه وبلو. ماشي؟ يبقى فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى دي كل النتائج اللي ممكن تطلع لك لما تيجي تعمل التجربه دي ولا لا؟ يبقى ده اول مطلوب اللي هو السامبل ايه؟ سبيس. طيب ثاني مطلوب بيقول لك ديسكرايب الايفنت اوف دروينج تو ماربلز اوف ذا سيم كلر. يعني انا عايز حته بقى من السامبل سبيس، بس الحته دي يعني حته ان انا اسحب كورتين والكورتين دول يكونوا من نفس الايه؟ اللون، صح ولا لا؟ يبقى ثاني مطلوب بيقول لك قول لي الايفنت، الايفنت مثلا اسمه ايه؟ بس الايفنت ده كل اللي جواه كورتين من نفس اللون. يبقى انا هشوف مين اللي جوه السامبل سبيس محقق الشرط ده، صح؟ يبقى مين هم بقى؟ ريد وريد وجرين وجرين وبلو وبلو. طيب ثالث مطلوب بيقول لك ايه؟ بيقول لك describe the event of the first marble being red. يعني انا عايز الايفنت اللي فيه اول كوره ريد. يبقى اروح ابص على السامبل سبيس اشوف مين اللي محقق الشرط ده. اول ثلاثه طبعا فيهم واحده ريد، يبقى محققين ايه؟ الشرط. هو بيقول لك عايز ايه؟ الاولانيه ريد. يبقى هم ايه؟ اول ثلاثه بس.
هم دول اللي فيهم الاولانيه ايه؟ الاولانيه دي. طب رقم 4 ورقم دي بيقول لك describe an event of one of the marbles being red. يعني واحده من ايه؟ من الكورتين تبقى red. اي واحده مش شرط الاولانيه. يبقى هشوف مين اللي محقق الكلام ده في السامبل سبيس. يبقى هاجي الاقي اول ثلاثه طبعا فيهم واحده ايه؟ فيهم واحده red. وايه كمان؟ ودي معايا فيها واحدة ريد، ودي فيها واحدة ريد. يبقى الايفنت ان انا بشوف كل الحاجات اللي محققة الشرط في الايه؟ في السامبل سبيس اللي انا كتبته في الاول. طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك عيد كل الايه؟ اللي انت عملته ده فوق الاربع مقاليد دول عيدهم تاني. بس هيغير لك التجربة بقى. التجربة دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك for the case which the second marble الكرة الثانية سحبتها من غير ما ارجع الاولانية. يعني انا الاول كنت ايه؟ في التجربة الاولانية دي كنت بعمل ايه؟ كنت بسحب بالكرة وبعد كده ارجعها قبل ما اسحب تاني. دلوقتي بقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يسحب الكرة الثانية من غير ما يكون رجع الايه؟ الاولانية. يبقى مين اللي هيتشال؟ عمر ما هيطلع لي اللون نفسه يتكرر مرتين، صح ولا لا؟ يبقى الثلاثة دول هيتشالوا. ليه؟ لان دلوقتي بسحب الكوره والكوره اللي بسحبها ما رجعهاش، فانت لو سحبت ريد استحاله تلاقي ريد تاني، صح ولا لا؟ يبقى دلوقتي لو انا رجعت اعيد الاربع مقاليد دول تاني بعد التجربه الجديده، اجي اقول في اول واحده السامبل سبيس هيبقى هو السامبل سبيس القديم بس الايه؟ اللي هو اللون متكرر دي هتتشال. انا ممكن يبقى عندي ريد وجرين وريد وبلو، وعندي جرين وريد وجرين وبلو، وعندي بلو وريد وبلو وجرين. فانا عندي الست اختيارات دول، هم دول الايه؟ سامبل سبيس دلوقتي. بعد كده في المطلوب الثاني، تعالى بقى نرجع للمطلوب الثاني. بيقول لك هنا عايز الايفنت اللي اسحب فيه كورتين من نفس اللون. طب انا عندي كورتين من نفس اللون هنا جوه السامبل سبيس دلوقتي؟ لا. يبقى ثاني واحده ده الاي ممكن تقول ان هي فاي او ممكن تكتبها ست فاضيه اللي يريحك. ماشي؟ طيب رقم سي يقول لك انا عايز الايفنت اللي فيه الاولانيه ريد. طب الاولانيه ريد هتبقى ايه؟ اول ايه؟ اثنين اللي هي ار وجرين وار وايه؟ وبلو. طيب لو انا رجعت عيد دي بيقول لك عايز ايه؟ فيهم واحده تكون ايه؟ ريد. واحده تكون ريد يبقى دي ودي ودي ودي، صح؟ يبقى الايفنت ده هيبقى فيه ايه؟ ار وجرين وار وبلو وجرين وريد وبلو ريد. يبقى فهمنا كده يا جماعه يعني ايه ايفنت ويعني ايه سامبل سبيس؟ في حد عنده مشكله كده في الحته الاولانيه دي؟ طيب قال لك بقى في قوانين للايفنتس. القوانين دي لازم تكون عارفها، ان لو عملت اي يونيون اف هي لو قلت اف يونيون اي يعني دي عمليه ابداليه، ماشي؟ يبقى اي يونيون اف هي نفسها اف يونيون اي، واي انترسكشن اف هي اف انترسكشن اي، ماشي؟ طيب لو انا عندي اي يونيون اف يونيون جي ثلاثه يونيون بار، ماشي؟ ممكن الاول احسب اي يونيون اف واللي يطلع منه يونيون مع مين؟ مع جي، او العكس ممكن احسب اف يونيون جي واللي يطلع منه يونيون مع مين؟ مع الاي. طيب نفس القصة في الانترسكشن، لو عندك ثلاثة انترسكشن بعض ممكن تحسب دول انترسكشن وتعمل لهم انترسكشن مع ده، أو تحسب دول انترسكشن وبعد كده تعمل لهم انترسكشن مع ده. طيب لو عندك دي يونيون وده انترسكشن، عايز توزع اليونيون على الانترسكشن. طيب ده كأنه إيه؟ اعتبر كده كأنك بتضرب الإي يونيون دي كأنك بتعملها تضربها جوه القوس ده. يعني دي كأنها إيه؟ إي يونيون إيه؟ لا لو انا عندي هنا اسف اي يونيون اي انترسكشن اف. طيب اي انترسكشن اف دي تقدر تعتبرها كانها ايه؟ دي حته من الاي، صح ولا لا؟ اي انترسكشن اف دي حته ايه؟ من الاي، صح؟ طيب لما اعمل لها يونيون مع الاي يبقى اكيد هتديك مين؟ الاي. عايزك تحفظه بقى ان اي يونيون اي انترسكشن حاجه يبقى دي هتديك مين؟ اي. والعكس يعني لو بدلت اليونيون والانترسكشن زي الايه رقم 6 دي. ليه؟ لان اي يونيون اف دي اكيد هتبقى جواها مين؟ الاي كلها، صح؟ طب لما اعمل لها انترسكشن مع الاي هتديني مين؟ الاي.
يبقى لو عملت E union E intersection او عملت E intersection E union الاثنين دول هيدوك مين؟ هيدوك الـ E صح ولا لا؟ طيب اللي انا بقى كنت بقوله لك لو انا عندي هنا E union F A intersection G اليونيون ده لو انا عايز اوزع اليونيون على الانترسكشن اعتبر كانك ايه؟ كانك بتمسك اليونيون ده تضربه جوه البراكت يعني ده كانه E union ايه؟ E union F و E union G وما بينهم ايه؟ انترسكشن يبقى دي هتديك E union F و E union G وما بينهم ايه؟ ما بينهم انترسكشن كانك ايه؟ بتضربهم جوه الايه؟ جوه البراكت طيب لو انا عندي E union E complement طب ما هو الاي ده اللي جوه الاي صح والاي كومبلمنت اللي بره الاي فلو عملت لهم الاثنين يونيون يبقى انا كده جبت كل حاجه ولا لا يبقى ده هيدي لك ايه سامبل سبيس لكن لو عندك اي انترسكشن اي كومبلمنت الاي ده جوه الاي والاي كومبلمنت بره الاي هل في حاجه مشتركه ما بينهم يبقى الانترسكشن هيديك ايه هيديك فار طيب في بقى شويه نظريات ماشي النظريات دي نقدر نثبتها باستخدام الايه القوانين اللي فوق دي طيب النظريات دي برضو لازم تكون ايه حافظها او لازم تكون عارفها هنا بقى العكس لو عندك انترسكشن بتوزعه على يونيون نفس الفكره كانك بتضرب الانترسكشن ده جوه صح يبقى هيدي لك اي انترسكشن اف يونيون اي انترسكشن مين انترسكشن جي طيب لو عندك اي بتعمل له انترسكشن مع اس الاس ده كل حاجه لما اعمل له انترسكشن مع الاي هيديني مين الاي صح ولا لا طيب لو عندي E union phi ماشي E union phi هيدي لك ايه؟ هيدي لك الـ E الفاي ده ما فيهوش حاجة أصلا ماشي يبقى E union phi هيديني مين؟ الـ E لو عملت الـ E union مع نفسها تديني مين؟ ولو عملت الـ E intersection مع نفسها تديني مين؟ طب لو عملت E union S هيديني مين؟ الـ S لو عملت E intersection phi هيديني مين؟ هيديني الـ phi صح ولا لا؟ طيب في حاجتين بقى كمان اسمهم ايه القوانين بتاعه دي مورجان ماشي القوانين بتاعه دي مورجان دي بيقول لك ايه بيقول لك لو عندك اي يونيون اف الكل كومبلمنت ماشي الكومبلمنت ده تقدر توزعه جوه البراكت ماشي يعني الكومبلمنت ده تقدر توزعه على الاي تبقى اي كومبلمنت وتوزعه على الاف تبقى اف كومبلمنت بس لو عندك يونيون اقلبه انترسكشن ولو عندك انترسكشن اقلبه ايه يونيون يبقى دي مورجان ده قال لك ايه؟ قال لك احنا نقدر نوزع الكومبلمنت على البراكت ماشي؟ لو عندي حاجه كل كومبلمنت نقدر نوزعها على البراكت بس لو عندك يونيون هتقلبه انترسكشن عندك انترسكشن هتقلبه ايه؟ يونيون اخر حاجه لو مسكت الايفنت عملت له كومبلمنت مرتين هيرجع يديك مين؟ هيرجع يديك الايفنت الاصلي تاني اللي هو دي ماشي؟ طيب تاني مساله بقى في الايه؟ في الاساينمنت او في الشيت عندك ايه بقى ان احنا عايزين نثبت السيرمز دي من 1 ل 7 يعني اول 7 دول عايزين نثبتهم ماشي هنثبتهم باستخدام ايه باستخدام القوانين دي طيب تعال نمسك كده اول واحده لو انا عايز اثبت اول واحده هعمل ايه طيب تعال نمسك كده لو احنا بدانا بالطرف ده وانا بدات بالطرف اليمين الطرف اليمين بيقول لك ايه بيقول لك اي انترسكشن اف يونيون E intersection G لو انا عايز ايه اثبت حاجه زي كده هعمل ايه بقى انا عايز اثبت ان ده بيساوي الكلام ممكن اعمل ايه بقى لو انا هنا وزعت ده كاني بضربه جوه يعني اعتبر ده كده كانه ايه حاجه بتضربها جوه البراكت ده طب لو دخلتها جوه هتديك ايه هيديك ايه كاني بستخدم انهي قانون يا جماعه يعني بستخدم القانون ده بوزع يونيون على انترسكشن صح؟ لما توزع يونيون على انترسكشن هيديك ايه؟ E intersection F يونيون E صح ولا لا؟ وفي عندك ايه؟ E intersection F ماشي؟ يونيون ايه؟ G والكلام ده ما بينهم ايه؟ ده وده ما بينهم ايه يا جماعه؟ ما بينهم انترسكشن فاهمين الخطوة دي؟ طيب تعال بص بقى لو انا استخدمت القانون ده مش E اللي هو القانون رقم 7 E union E intersection ده يديك مين؟ يعني الحتة دي كده تدي لك E دي من 7 صح؟ ولا
الأولانية دي كانت من كام؟ دي كانت من 5. دي من 5 والأولانية دي احنا استخدمنا كام؟ 7. صح ولا لا؟ معايا ولا مش تمام؟ طيب الحته دي هتديك ايه؟ طيب انترسكشن ماشي. في عندك ايه بقى؟ اي انترسكشن ايه؟ اف يونيون مين؟ يونيون جي. طيب لو انا وزعت ايه؟ وزعت الايه؟ اليونيون ده جوه صح؟ طيب ده هيدي لك ايه؟ هيدي لك اي يونيون جي انترسكشن اف ايه؟ يونيون جي صح ولا لا؟ طيب مش دي انترسكشن ودي انترسكشن؟ طب ما انا ممكن بدل ما اخد الاثنين دول انترسكشن مع بعض الاول اخد الاثنين دول انترسكشن مع بعض الاول. يعني انا ممكن امسك دول اعمل لهم انترسكشن الاول وبعد كده اعمل لهم انترسكشن مع الثالث صح؟ ده اللي انا قلت لك هنا. لو عندي ثلاث حاجات انترسكشن ممكن اخد الاول اثنين او اخر اثنين. طيب يبقى انا اخدت اول اثنين دي هتبقى اي انترسكشن اي يونيون. يبقى الحته دي هتديك مين؟ ديك اي صح ولا لا؟ وفي عندك هنا انترسكشن ايه؟ اف يونيون جي. مش هو ده الطرف الايه؟ ماشي. لا الطرف الشمال ولا لا؟ صح؟ يبقى احنا كده اثبتنا اول واحده يا جماعه ولا لا؟ دي مش فاهم. يعني مش فاهم اول واحده دي اثبتناها ازاي؟ ها؟ كنت خدنا في المحاضره ولا مفروض يعني. سنين. طيب تاني واحده ركز بقى معايا. لازم التاني واحده دي ازاي؟ الشمال بقى لا مش خلي بالك لو انا مسكت الطرف الشمال بالظبط اي انترسكشن اس. طب هي الاس دي عباره عن ايه؟ من هنا مش هي عباره عن اي يونيون اي كومبلمنت؟ طب اي انترسكشن اي يونيون تبقى دي اي ولا لا؟ يبقى احنا ثبتناها ولا لا؟ صح؟ طب رقم 3 دي نسبتها ازاي؟ اي لو انا مسكت الطرف الايه؟ الشمال اي يونيون فاي هي الفاي دي بتساوي ايه؟ اي انترسكشن مين؟ اي كومبلمنت صح ولا لا؟ طب اي يونيون اي انترسكشن يبقى يديك اي ولا لا؟ يبقى ده في الرايت هاند سايد. يا رحمن الرحيم طب مين احنا بنعمل ايه؟ والله طب رقم 4 طب انا مسكت الليفت هاند سايد اللي هي اي يونيون اي. طب دي عايز اثبت ان هي بي اثبتها ازاي؟ اعوض منين؟ طب بص احنا عندنا هنا اي يونيون صح؟ طب هي الاي دي اقدر اشيلها واحط مكانها ايه؟ اقدر اشيلها واحط مكانها اي انترسكشن اس من اثنين عشان انا ثبتت اثنين خلاص صح؟ عشان انا ثبتت ان اي انترسكشن اس هي اي يبقى اقدر اشيل اي دي واحط مكانها اي انترسكشن اس فبقت اي يونيون اي انترسكشن يبقى تديك ايه؟ اي اللي هي الرايت هاند سايد ولا لا؟ ايه ده بقى؟ جميل يا جماعه؟ طب رقم 5 انا عايز اثبت ان الليفت هاند سايد عباره عن اي انترسكشن اي. طيب اي انترسكشن الاي دي بقى كانها ايه؟ الاي دي كانها ايه؟ كانها اي يونيون فاي. اي يونيون فاي مش احنا ثبتنا في رقم 3 ان اي يونيون فاي هي ايه؟ يبقى الاي دي اقدر اكتبها كده منين؟ من 3 ما احنا اثبتنا 3 صح؟ ممكن رقم 4 ايه؟ رقم 4 ممكن نستخدم اي يونيون اي ماشي. هيبقى عندك هنا ايه؟ هيبقى عندك اي انترسكشن اي يونيون يبقى هتديك اي ولا لا؟ يبقى انا كده
ثبتنا رقم كام؟ رقم 5. طب رقم 6 نثبتها ازاي؟ شيل اس ها؟ اشيل اس واحط ايه؟ اقدر اشيلها واحط مكانها اي يونيون اي كومبلمنت. شيل اس بي يونيون اي كومبلمنت صح ولا لا؟ طيب مش الثلاثة دول يونيون بعض؟ يبقى انا ممكن بدل ما اعمل للاثنين دول يونيون الاول اعمل للاثنين دول يونيون الاول. يعني دي كانها ايه؟ كانها اي يونيون اي يونيون مين؟ اي كومبلمنت. طب وايه يونيون اي دي احنا ثبتنا انها بكام؟ بإي. والاي لما اعمل لها يونيون الاي كومبلمنت هتديك ايه؟ اس. اس صح كده يا جماعه؟ طب اخر واحدة لو انا عايز اثبت اي انترسكشن 5 ب 5 ال 5 اقدر اشيله واحط مكانه ايه؟ اي انترسكشن اي كومبلمنت. اي انترسكشن مين؟ اي كومبلمنت. مش ال 5 دي يا جماعة اقدر اشيله واحط مكانها اي انترسكشن اي كومبلمنت؟ والثلاثة انترسكشن بعض يبقى ممكن بدل ما اعمل دول الاول اعمل ايه؟ يبقى دي كانها E intersection E intersection E complement. طب E intersection E ثبتنا قبل كده انها بـ E. Yes. وE intersection E complement عارفين ان ده بكام؟ يا إلهي كابتن كابتن راسك كابتن. بعد كده عنده مشكلة في المسألة الثانية دي. يبقى أول مسألة المسألة الثانية كان عايزك تثبت إيه؟ تثبت السبعة دول. ماشي؟ استخدام القوانين الإيه؟ اللي فوق. يا عاد عند المشكله كده بتاني واحده. يا الهي كيف؟ يعني طالما ما قالكش اثبتها اثبت حاجه يبقى دول كلهم تقدر تستخدمهم في المساله على طول طالما ما قالكش اثبت. بس لو قال لك اثبت دول بيتثبتوا باستخدام دول. ماشي طيبين يا جماعه. طيب ركز بقى معايا. عايزين بقى نبدا نتكلم عن البروبابيلتي بتاعه الايفنت. ايه هي البروبابيلتي اصلا؟ يعني لما اقول لك probability ان حاجه تحصل احتمال ان حاجه تحصل ده بيساوي ايه؟ بكام طريقه تحصل الحاجه على عدد الطرق الايه؟ الكليه. عشان كده probability دي انت بتقسم على عدد الطرق الكليه فلازم probability دي تبقى رقم اقل منين؟ اقل من او يساوي الايه؟ الواحد. عمر probability ما بتعدي الواحد. ليه؟ لان انا بقسم على ايه؟ على العدد الكلي في الاخر. طيب يعني مثلا لو انا جيت قلت لك انا رميت زهر احتمال ان يطلع لك رقم even يطلع لك عدد زوجي. هو انا لما برمي الزهره ماشي ايه عدد الطرق اللي ممكن تطلع لك؟ سته. ماشي يبقى انت عندك تحت فيه سته. طب بكام طريقه بقى يطلع اللي انت عايزه اللي هو الرقم الايفن؟ اللي هو يا 2 يا 4 يا 6. عندك كام طريقه؟ 3. 3 يبقى البروبابيلتي بتاع الايفن هتبقى 3 على ايه؟ 6. يبقى البروبابيلتي عموما بكام طريقه تحصل الحاجه على عدد الطرق الايه؟ الكليه. فاهمين يا جماعه؟ طيب في بقى شوية نظريات ماشي أو شوية قوانين للبروبابيلتي لازم تكون عارفينها. حاجة اسمها كولوموجروف أكسيوم. خدتوا الكلام ده في المحاضرة؟ لا. لا؟ ماشي يلا المفروض إن دي تكملة المحاضرة الأولانية ثلاثة سلايد. ماشي؟ ركز يا ابني بقى خلاص. إيه بقى كولوموجروف أكسيوم دي بقى؟ في شوية حاجات كده ثلاث قوانين دول هتحفظهم. أول قانون بيقول لك إن البروبابيلتي بتاع أي ايفنت لازم يبقى أكبر من أو يساوي الإيه؟ الزيرو. يبقى البروبابيلتي ده رقم بوستر لازم يبقى أكبر من أو يساوي الزيرو. عمره ما هيبقى فيه رقم إيه؟ البروبابيلتي بالنجم. تاني حاجة إن البروبابيلتي بتاعة السامبل سبيس بكام؟ واحد. يعني إيه البروبابيلتي بتاع السامبل سبيس بواحد؟ يعني لما أجي أقول لك مثلا أنت رميت زهرة احتمال ان يطلع لك رقم من 1 ل 6 تقول لي يعني ده اكيد البروبابيلتي بتاع الكلام ده بواحد صح ولا لا؟ يبقى معنى كلمه البروبابيلتي بتاع السامبل سبيس بواحد ما هو اكيد انا هبقى جوه ايه؟ السامبل سبيس صح ولا لا؟ يبقى البروبابيلتي بتاع السامبل سبيس لازم تبقى بكام يا جماعه؟ بواحد. طيب ثالث قانون بيقول لك البروبابيلتي بتاع اي 1 يونيون اي 2 يونيون اي 3 وهكذا. البروبابيلتي بتاع الحاجات دي لو الايهاد دي كلها كانوا
ميوتوالي اكسكلوسيف. يعني ايه ميوتوالي اكسكلوسيف؟ يعني ما فيش ما بينهم اي انترسكشن. يبقى اليونيون ده هيتحول لايه؟ لبلس. يعني ايه؟ يعني البروبابيلتي، يعني اللي انا عايز اقوله لك هنا ان البروبابيلتي اي 1 يونيون اي 2 يونيون اي 3 وهكذا هتساوي probability E1 زائد probability E2 زائد وهكذا. يبقى اليونيون هيتحول لبلس امتى؟ لو مفيش ايه؟ مفيش intersection ما بينهم. ماشي؟ طيب عارفين ليه؟ لان الرسمة بتاع اليونيون، يعني نفترض ان هما مفيش ما بينهم intersection، او عندك A و B. هو A يونيون B عبارة عن ايه؟ اللي موجود في ايه او موجود في بي، صح ولا لا؟ يعني هتبقى عباره عن probability الاي زائد probability البي، ده لو مفيش ما بينهم ايه intersection. لكن لو في ما بينهم intersection خلي بالك ايه بقى المشكله. المشكله انك لو قلت probability اي زائد probability بي، صح؟ لو قلت اليونيون هو probability اي زائد probability بي، ايه المشكله؟ لو قررت الانترسكشن مرتين، مره خدته مع ايه ومره خدته مع بي، صح؟ عشان كده لازم ترجع تطرح الايه؟ الانترسكشن مرة. ماشي؟ يبقى اليونيون هيبقى هو مجموعهم في حالة واحدة بس، لو مفيش ما بينهم ايه؟ انترسكشن، يعني كانوا ميوتوال اكسكلوسيف. طيب فدول تلات قوانين هتبقى حافظهم للبروبابيلتي. استخدام التلات قوانين دول نقدر نثبت الاربع قوانين دول. ماشي؟ بس انت في النهاية المفروض ان انت تبقى ايه؟ عارفهم كلهم. ماشي؟ وتقدر تستخدمهم كلهم طالما ما طلبش الاثبات. لكن بقى ممكن يطلب منك اثبات دول، ساعتها هتستخدم ايه؟ اللي فوق. طيب ايه النظريات دي بقى؟ ان probability الحاجه complement، هي واحد ناقص probability الحاجه من غير complement. ماشي؟ ليه؟ لان probability الاي complement، مش هي كل حاجه ما عدا الاي. كل حاجه دي اللي هي واحد، اللي هي probability الاس، صح ولا لا؟ اطرح منها probability الاي. فاهمين يا جماعه؟ طيب probability الفاي بكام؟ بزيرو. هو الفاي ده عباره عن حاجه عمرها ما هتحصل، صح؟ يبقى احتمال، يعني مثلا اقول لك احتمال ان انت لما تيجي ترمي زهره يطلع لك سبعه، قول لي ده احتمالها صفر. ماشي؟ يبقى probability الفاي، الفاي دي حاجه عمرها ما هتحصل، فالبروبابيلتي بتاعتها بكام؟ بزيرو. طيب probability اي ايفنت لازم تبقى اقل من او يساوي ايه؟ لان احنا قلنا بنقسم على التوتال، فالبروبابيلتي لازم تبقى اقل من او يساوي الواحد. طيب probability حاجه يونيون حاجه، زي ما احنا قلنا هي probability الاول زائد الثاني، بس انا كده خدت الانترسكشن مرتين، فلازم ارجع اطرح الايه؟ الانترسكشن مره. ماشي؟ طيب السؤال الثاني بقى في الشيت، عايزك تثبت الاربعه دول باستخدام اللي فوق. طب نثبتها ازاي؟ رقم ثلاثه دي هي اليو فيها ان، ان دي رقم ثلاثه دي، ده يو من واحد لان، واحد لان يعني اي واحد اي اثنين لغايه اي ان، زي السيجما، بس بدل السيجما هيبقى بينهم يوم. طيب ازاي نثبت الاربعه دول يا جماعه؟ اول واحده احنا عارفين ان probability الاس بواحد، صح؟ دي الحاجات اللي المفروض ان انت عارفها. طيب الاس ده هو مين؟ E union E complement، صح؟ طيب هو ال E وال E complement دول مش mutually exclusive؟ مش ما بينهم intersection، صح ولا لا؟ يبقى اليونيون نقدر نحوله لايه؟ بلس. يبقى probability ال E زي probability ال E complement بواحد. يبقى probability ال E complement بكام؟ واحد ناقص probability ال E. يبقى احنا كده ثبتنا اول واحده ولا لا؟ طيب ثاني واحده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك probability الفاي بزيرو، صح؟ طيب هي probability الفاي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن probability الاس كومبلمنت، مش الاس كومبلمنت هي الفاي، صح ولا لا؟ طيب اس كومبلمنت، خلينا نكتبها كده. ماشي؟ طيب واحنا من فوق ثبتنا ان probability الحاجه كومبلمنت، هي واحد ناقص الحاجه من غير كومبلمنت ولا لا؟
يعني دي كأنها واحد ناقص probability الاس. وبروبابيلتي الاس بكام؟ يبقى الكلام ده بزيرو ولا مش بزيرو؟ بزيرو صح كده يا شباب؟ طيب ثالث واحدة ممكن نثبتها ازاي؟ probability الاي اقل من واحد صح؟ طيب هو احنا مش قالك ان probability بتاع اي حاجة لازم تبقى اكبر من زيرو؟ probability بتاع اي event لازم تبقى اكبر من زيرو ولا لا؟ يبقى انا بقول probability الاي كومبلمنت لازم تبقى اكبر من زيرو ولا لا؟ طب دي اقدر افكها، واحد ناقص probability الاي اكبر من زيرو ولا لا؟ يبقى وادي ده الناحية دي، يبقى probability الاي مالها اصغر من واحد. طيب رقم اربعة دي نثبتها ازاي؟ حد عنده اقتراح؟ طيب تعال بص، انت probability الـ E عموما او الـ E عموما هي عبارة عن ايه؟ مش هي عبارة عن E intersection S؟ الـ E مش هي عبارة عن E intersection S؟ صح ولا لا؟ طيب والـ S ده عبارة عن F union F complement حاجة union حاجة complement مش تدي لك الاس صح ولا لا؟ ونقدر نوزع الانترسكشن ده نوزعه جوه ولا لا؟ يعني الاي نقدر نقول ان هي عبارة عن ايه؟ E intersection F union E intersection مين؟ الF complement صح؟ طيب يبقى ده معناه ان probability الاي زائد probability الاف. انا اقدر اشيل probability الاي واحط مكانها probability الكلام ده، يعني اقدر اشيلها واحط مكانها probability اي intersection اف union اي intersection الاف كومبلمنت صح ولا لا؟ زائد probability مين؟ الاف. طيب هو E intersection F دي مش حتة من الـ F؟ و E intersection F complement دي مش حتة من الـ F complement؟ يبقى هل ينفع يبقى دول في ما بينهم intersection؟ ده الاثنين دول mutually exclusive. ليه mutually exclusive؟ لأن دي حتة من الـ F ودي حتة من الـ F complement صح ولا لا؟ يبقى عمرهم الاثنين ما بيبقى فيه بينهم انترسكشن، مفيش انترسكشن بين اف واف كومبلمنت صح ولا لا؟ يبقى انا اقدر احول اليونيون ده لايه؟ لجمع. يبقى دي كانها probability الاول زائد probability مين؟ الثاني زائد probability مين؟ الاف صح؟ طيب سيبك من probability اي انترسكشن اف، لو انا اخدت الاثنين دول probability F و E intersection F complement ماشي، هو خلي بالك مش probability F دي حتة من الـ F و E intersection F complement دي حتة من الـ F complement؟ يبقى الـ F و E intersection F complement مش دول mutually exclusive؟ يعني مفيش ما بينهم ايه؟ intersection. يبقى اقدر احول الـ plus ده لايه؟ union. يعني ده اقدر اكتبه ازاي؟ E intersection F complement union مين؟ union F صح؟ طيب واليونيون ده مش هقدر اوزعه جوه؟ يبقى دي كانها probability E intersection F زائد probability E union F intersection F union F complement. طب مين F union F complement دي؟ F union F complement دي هي الـ S. طيب S intersection أي حاجة؟ دي الحاجة. يبقى
يبقى دي كانها probability E intersection F زائد probability E union F. يبقى من هنا probability E union F لو عايز اجيبها هتساوي ايه؟ probability E زائد probability F وادي الناحيه الثانيه ناقص probability A في الانترسكشن ولا لا؟ ها؟ دي ظهرت امتى؟ فاضل فاهمين يا جماعه ولا لا؟ فاهمين يا البدايه يا جماعه ركز معايا تاني. انا بقول لك عندك اي ماشي الاي ده مش في قانون بيقول لك ان الاي هي اي انترسكشن اس؟ في اي انترسكشن اس ده ثبتنا انه بي يبقى اي انترسكشن اس نقدر نقول ان هي اي صح؟ طب والاس ده نقدر نكتبه ايه؟ اف يونيون اف كومبل حاجه يونيون حاجه كومبل ونقدر نوزع الانترسكشن جوه هيديك المنظر ده صح؟ يبقى الاي اقدر اكتبها بالمنظر ده ده ملوش علاقه بالاثبات دي حته في الاول كده. طيب تعالى بقى نبص بقى على الاثبات. الاثبات بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز اثبت ان اليونيون هي الاول زائد الثاني ناقص الانترسكشن صح؟ فانا هاخد الاول زائد الثاني ده اشوفه بكام؟ هروح كام؟ الاول زائد الثاني. الاول ده بقى فكيتكم الكلام اللي انا كنت قايله في الاول يعني مش انا قايل ان الاي هي الكلام ده يبقى اشيل الاي واحط الكلام صح وبرابطه الاف نزل زي ما هي. طب انت عندك حاجتين يونيون بعض بس الحاجتين دول ما فيش ما بينهم انترسكشن. ليه ما فيش ما بينهم انترسكشن؟ عشان دي جوه الاف ودي جوه الاف كومبلي صح يبقى ما فيش ما بينهم انترسكشن. يبقى بالقاعده دي طالما مفيش ما بينهم انترسكشن يبقى اليونيون يتحول لجمع صح ولا لا؟ يبقى probability ده يونيون ده هيتحول لبروبابيلتي ده زائد probability ده ودي هتنزل زي ما هي. طيب تعالى بص بقى على الاثنين دول مش دي جوه اف ودي جوه اف كومبلمنت يبقى مفيش ما بينهم انترسكشن. اعمل العكس بقى يبقى البلاس ده اقدر ارجعه ايه؟ يونيون. يبقى اقدر اقول ان هي ده يونيون ده صح؟ واليونيون ده اقدر ادخله جوه يبقى اي يونيون اف واف ايه؟ يونيون اف كومبلمنت صح؟ وحاجه يعني حاجه كومبلمنت هي اس واس انترسكشن اي حاجه بالحاجه صح ولا لا؟ يبقى انا كده اثبت ان دي هي دي وده نزل والكلام ده اصلا بيساوي مين؟ دي اي زائد دي اف. يبقى لو اديت الناحيه الثانيه بالماينس هجيب القانون اللي انا عايز اثبته ولا لا؟ في حد عنده مشكله كده يا جماعه في الكلام ده؟ خش على الشريط الثاني خلاص احنا خلصنا كده ايه المره ولا كده انا سابت ايه